وتنضم إلينا من القاهرة محللة أسواق مالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أماني، بعد التحية، مؤشر الدولار الأمريكي تعرض لموجة من التراجعات نهاية الأسبوع الماضي، أسباب هذا التراجع وكيف أثر أيضا على أسعار صرف باقي العملات الرئيسية مثل اليورو؟ صباح الخير. طبعا الدولار الامريكي عانى من تراجعات قويه خلال الاسبوع الماضي، وبالاخص مع نهايه التداولات الاسبوعيه بعدما اثبتت بيانات قطاع سوق العمل التي ظهرت يوم الجمعه الماضيه استمرار تباين اداء القطاع. فبالرغم من اضافه قطاع سوق العمل 261 الف وظيفه، وهو كان اكثر مما تتوقعه الاسواق، كان على الجانب الاخر عوده ارتفاع معدل البطاله من جديد من 3.5% ل 3.7%. الامر الذي تسبب بعدها تلك البيانات يعني استمرار تشتت، بل يكون تشتت اكثر مع احتمالات رفع الفائده الامريكيه. اصبحت الاسواق منقسمه بشكل واضح ما بين هل الفدرالي الامريكي سيقوم برفع الفائده بواقع 50 نقطه اساس فقط مع تباين اداء اغلب البيانات الاقتصاديه في الفتره الماضيه، ام انه سيستمر في رفع الفائده بواقع 75 نقطه اساس. الامر طبعا الذي تسبب فيه عمليات بيع قويه على الدولار الامريكي، حتى وجدنا مؤشر الدولار الذي يقيس قيمه العمله مقابل سته عملات رئيسيه عاد من جديد المستويات 110. ولكن لا. مع بدايه التداولات الاسبوعيه نوعا ما عاد الدولار الامريكي ليرتفع من جديد، طبعا مع الترقب لبيانات اقتصاديه هامه في الولايات المتحده يوم الخميس المقبل، والتي تتمثل في بيانات التضخم، حيث ستكون الفيصل بالفعل هل الفدرالي الامريكي سيقوم برفع الفائده بواقع 50 نقطه اساس كما تسعر الاسواق الان بنسبه 60%، ام انه سيقوم برفع الفائده بواقع 75 نقطه اساس اذا اثبت الفدرالي الامريكي فشله في السيطره على وتيره ارتفاع الاسعار كما ستظهر بيانات هذا الاسبوع. نعم أماني، يعني كما ذكرت، يعني مؤشر الدولار عاد من جديد إلى التوازن والارتفاعات مقابل العملات الرئيسية، إلى أي مدى سيستمر الدولار عند مستوياته الحالية؟ يعني الآن بدأت التداولات الأسبوعية بالنسبة لمؤشر الدولار لمستويات 111 من جديد، وهذا الأمر ضغط على نوعا ما أغلب العملات الرئيسية مع افتتاح طبعا الجلسة الأوروبية. يعني مؤشر زوج اليورو او تداولات اليورو مقابل الدولار الامريكي عاد دون مستويات ال 99 سنت من جديد، وايضا الجنيه الاسترليني عاد لمستويات ال 1.13. ولكن كما اشرت قد يكون هذا الاسبوع نوعا ما يشهد تقلبات قويه مع استمرار تشتت الاسواق حيال وتيره رفع الفائده الامريكيه الفتره المقبله، خاصه اننا ننتظر اخر اجتماع لهذا العام، وسيكون يعني هناك تحديد لمسار رفع الفائده خلال تداولات او خلال عام 2023، وبالتالي هذا الامر قد يتسبب في نوع ما تقلبات الدولار الامريكي مقابل اغلب العملات الرئيسيه حتى تصدر بيانات التضخم الامريكيه، والتي ان اثبتت بالفعل ان الفدرالي الامريكي ينجح في يعني السيطره على وتيره ارتفاع الاسعار، واذا اثبت مؤشر اسعار المستهلكين انه يبدا في تسجيل تباطؤ في النمو، فقد فعلا يبدا الفدرالي الامريكي في تبطيء او تشديد السياسه النقديه بوتيره ابطا، رفع الفائده بواقع 50 نقطه اساس فقط، وهو ما سيتسبب في نوعا ما تراجع الدولار الامريكي او على الاقل استقراره امام اغلب العملات الرئيسيه. على الجانب الاخر، لو جاءت بيانات التضخم انها اثبتت ان حتى الان الفدرالي يفشل في السيطره على وتيره ارتفاع الاسعار، فستكون هناك احتمالات لرفع الفائده ب 75 نقطه اساس وممكن كمان 1%، وهو ما سيتسبب في عوده ارتفاع الدولار الامريكي بقوه مقابل اغلب العملات. نعم اماني، اذا ما انتقلنا نحو الجنيه الاسترليني، يعني على الرغم من رفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، إلا أنه لم يشهد تفاعلا إيجابيا بالصعود مقابل الدولار. بالفعل بنك انجلترا كان من اوائل البنوك المركزيه التي يعني تبنت سياسه التشديد النقدي ورفع الفائده منذ نهايه العام الماضي، ولكن بالرغم من رفع الفائده بواقع 75 نقطه اساس، وهذا الامر يعتبر يعني وتيره قويه بالنسبه لبنك انجلترا، ولكن شهد الجنيه الاسترليني تراجعات قويه لان البيان المصاحب للقرار بالنسبه لبنك انجلترا كان نوعا ما سلبيا، حيث اكد البنك على احتمالات تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني، بل انه قد يعاني من ركود قوي في خلال العامين الماضيين، وهو الامر الذي تسبب في زعزعه ثقه المستثمرين حيال الاستمرار في رفع الفائده بالرغم من تداعيات هذا الامر على الاقتصاد البريطاني، لان اصل الاقتصاد البريطاني
يعاني من ضغوطات قويه سواء بنقص امدادات الطاقه او بخروجه ايضا من الاتحاد الاوروبي وعدم تعافيه من ازمه كورونا، فكل تلك العوامل تتسبب في الضغط على الاقتصاد البريطاني. ولكن بنك انجلترا بالرغم من تحذيره لركود الاقتصاد البريطاني في الفتره المقبله الا انه لا يجد مفر امام استمرار ارتفاعات الاسعار التي وصلت لاعلى مستوياتها منذ اكثر من 40 عاما، وهو الامر الذي يتسبب نوعا ما في تراجع ثقه المستثمرين وبالتالي عمليات بيعيه قويه على الجنيه الاسترليني مقابل اغلب العملات. نعم، اليورو ايضا اماني، الى اي مدى تؤثر البيانات الاقتصاديه المتوقعه على حركته مقابل الدولار خلال الفتره المقبله؟ نعم بالفعل بالنسبه لليورو ايضا يعاني من ضغوطات قويه، فبرغم من عوده اليورو الاقتراب من مستويات التعادل مقابل الدولار الامريكي، ولكن هذا يرجع الى تراجع قيمه الدولار الامريكي مقابل اغلب العملات وليس ارتفاع قيمه اليورو، فهذا الامر يعني او اقتصاد منطقه اليورو لا يزال يعاني من ضغوطات قويه سواء بانكماش اغلب القطاعات وايضا مخاوف الركود الاقتصادي بالنسبه للمنطقه التي اصبحت تلوحه في الافق، ايضا مع نقص امدادات الطاقه وحلول فصل الشتاء واستمرار التوترات الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا باعتبار أن روسيا شريك تجاري أساسي مع منطقة اليورو. وبالتالي بالرغم من يعني تبني أيضا بنك المركز الأوروبي سياسة التجديد النقدي ولكنه جاء متأخرا طبعا مع استمرار الضغوطات التي تعاني منها يعني منطقة اليورو، وبالرغم من رفع الفائدة في اجتماعه الماضي للمرة الثانية على التوالي ب 75 نقطة أساس والمرة الثالثة الذي يقوم فيها برفع الفائدة، ولكن أيضا وجدنا أن الضغوطات على قيمة اليورو لا تزال يعني تسيطر على الأجواء طبعا مع استمرار انكماش أغلب القطاعات واستمرار تراجع أو تباطؤ نمو الاقتصاد المنطقة واستمرار مخاوف الركود الاقتصادي، وبالتالي حتى لو يعني نوعا ما عاد اليورو للارتفاع ولكن إذا بدأ فعلا الفيدرالي الأمريكي في تسريع وتيرة التجديد النقدي ورفع الفائدة يعني ب 75 نقطة أساس في الاجتماع المقبل فقد يتسبب هذا طبعا في استمرار الضغوطات على اليورو مقابل الدولار. نعم، يعني رغم سياسة التجديد النقدي التي تتبعها معظم البنوك حاليا إلا أن البنك المركزي الياباني ما زال يسير بسياسة التيسير النقدي، إلى أي مدى ستستمر هذه السياسة وهل من تحركات ربما سيتبعها البنك الياباني للحد من التراجعات التي شهدها الين مقابل الدولار الأمريكي؟ طبعا كما أشرت في الوقت الذي تتبنى فيه بنوك أغلب البنوك المركزية على الصعيد العالمي سياسة التجديد النقدي متتبعة الفيدرالي الأمريكي الذي يرفع الفائدة بوتيرة قوية، بنك اليابان لا يزال مستمر في السياسة النقدية التوسعية بل الفائدة السلبية التي تضغط طبعا على قيمة الين الياباني بشكل واضح وقوي، وبالتالي استمرار تلك السياسات وبالرغم من تدخل بنك اليابان والحكومة مرتين خلال الشهر الماضي للسيطرة على انهيارات الين الياباني بعدما وصل المستويات ال 150 عادة أو يعني لا تسيب أو لا يزال الضغط يعاني أو ضغوطات تسيطر على تداولات الين الياباني مع استمرار تلك السياسات حتى لو تبنى أو بدأ البنك الياباني يتدخل من جديد والسياسة أو الحكومة تتدخل من جديد، ولكن التباين الواضح في السياسات النقدية التباين الواضح في عوائد السندات اليابانية والأمريكية التي تأتي طبعا لصالح الأمريكية واستمرار رفع الفائدة الأمريكية يعني يتسبب في استمرار الضغوطات على الين مقابل الدولار، حتى وجدنا أن الين نوعا ما بدأ التعافي ولكن يعود ايضا لارتفاعات الدولار الامريكي، واذا فعلا بدا الدولار الامريكي يعود للارتفاع من جديد فقد نرى يعني استمرار تراجع للين لمستويات ال 150 مره اخرى مقابل الدولار. نعم، محلله اسواق ماليه في إكويتي جروب اماني رشيد، شكرا جزيلا لك.